بوها سلف لون أكن تلام عندها مثلام أي مزياني مرة ألي زالجيريا الجزن بارتو بو اليوم توجور لا فيديو على العربي زيتوت بارسك راه ضروك بدا يخرج طريق قاع ولا شي كول تسمعوا له ومن بعد نشوفوا واش نقولوا له. هناك ضغط رهيب على الاس سي دي بقيادة اخونا بدك ننسى الاسماء. يبدو اننا بدأنا نكبر. الاس سي دي اليوم عليه ضغط شديد من طرف العصابة، ولكن ليس فقط من طرف العصابة، ايضا من طرف سعيد سعدي وكبار الاستيصاليين اللي كانوا في الاس سي دي. خلينا نشوف لو ذكرني بخابيه. إذن فهو يتعرض لعملية كسر من الداخل يقودها محسن بالعباس، بارك الله فيكم، ذكرتوني، ننسى أسماء مرات الأسماء. يتعرض لضربة شديدة من طرف سعيد سعدي وأنصاره من الداخل، وضغط رهيب من العصابة لأن محسن العباس ما هوش هو سفيان جيلالي، ما راحش يبيع ويشري معاهم ويديك اش حاجه تحت الطاوله وبلكش ما يعطولو وزارة صغيره هناك ليه ولا الواحد قريب. محسن العباس الحقيقه لحد الان، وانا لاحظت هذا منذ ان تولى قياده الار سي دي، كنا تقابلنا ثلاث مرات اربع مرات في برامج اعلاميه وشفت بعض التقارير الى اخره، تشعر بانه يريد أن يجعل الار سي دي حزب وطني، حزب معتدل، حزب يشمل الجزائر كلها، حزب لا يعارض لا الإسلام ولا العربية، حتى حينما يتبنى الأمازيغية ما عندوش مشكلة مع المكونات الأخرى، حزب يأخذ ويرد، وفيه نوع من الديمقراطية في القيادة الجديدة. القيادة سعيد سعدي كانت كارثية، أدت بالحزب إلى أن يصبح تابع للدبابة، بل أنه سعيد سعدي ساهم في إنشاء الميليشيات مع طبل والناس، هو متهم باغتيال، أنا لا أقول أن أقتاله لكن متهم باغتيال. على كل، أنا أقول للتيار العلماني وللتيار الوطني وللتيار الإسلامي وللتيارات المخلصة لهذه البلاد دعم محسن بن العباس في مواجهة عصابة الجنرالات وفي مواجهة العمل التدميري اللي يقوم به سعيد سعدي وأنصاره، مهم جدا حتى نحافظوا على الأقل على التنوع في الآراء وفي الأفكار، لأنه من الأحسن غد. واش نقولك، الشعب الجزائري هذا العربي الزيتوط خبيث، والله بغى يشعل النار في الجيري، مي سورتو لي كابيل اتونسيون، هذا العربي زيتو صعيب. نعطيك شوية لي بروفي، العربي زيتو عليك انت ماشي محال، راك مديارس باسكو باش تروح تخدم مع السفارة الجزائرية في ليبيا لازم تكون شيات و وحركي معاهم دير واش يديروا. ومن بعد انا شكيت بعثوك من ثم باش دير الفتنه اللي صرات في ليبيا، كنت في الانجليز مع اصحاب الليبيين هذوك كاع اللي كانوا يفوتوا في القناه القطريه هذيك قبل ما يطيح القذافي، كنت كاع معاهم وتعرفهم كاع
وكنت توري لهم كاع واش يقولوا على لا ليبي. ومن بعد دخلت ليبيا معاهم. وهذه الزوجة الثانية انت دارس 100% ما انا منكش كاع. انت يا العربي زي توت اون بروف بلي ما تحبش كاع الامازيغ وما تحبش الامازيغ يطلع اسم تاعهم في لافريك دي نور، ولا تولي لافريك دي نور هوية أمازيغية. نقولك على الحرب في ليبيا، انت راك تتكلم على ليبيا، شت أكثر من 20 فيديو كل يوم. ليبيا حافظ هذاك العربي هذاك انت ضد حافظ قاع، أيه كل يوم تهضر عليهم. قول لي وقتها هضرت على الأمازيغيين في ليبيا، اي بورتو هما اللي راهم يحاربوا، جامي قلت كلمة على الأمازيغيين في ليبيا. تهضر على المتعربين كيما أنت في ليبيا. هذه ثالثة. الرابعة يا ربي الزيتون تهضر على محسن بن عباس ولا على سعيد سعدي. أوكي هذه جو نظن في رأيي مشكلة نتاع القبائل ماشي نتاعك. وراك تهضر على سعيد سعدي وليد عميروش كاع راك تهضر عليهم سون بروف. tu n'as pas de preuve donc tu n'as pas le droit à la parole. اوكي سعيد سعدي هضر على راشد وقلت نقدر ندي سعيد سعدي للحبس باسكو هضر على راشد، اديه الى راك راجل، الى راك راجل اديه، الى راك فحل اتاكيهم جوستيه اديه. يا المنافق يا المنافق يا الطريطر اللي يخدم على قطر باش ترجع لافريك دي نور عربيه، ومالوروزمون حتى القطريين والسعوديين كيما راهم قالوا لكم كاع ما راكمش عرب يا شياتي. اوكي ولا ما تهضرش على المجازر اللي درتوهم الجبهه الاسلاميه في الجزائر في التسعينات، شحال من رجال قتلوهم قبايلي شاوي عربي، يعني ما كانش عارف في الجزائر المتعربين، شحال من رجال شحال من المخاخ قتلتوهم باسم الجبهه الاسلاميه للانقاذ. ولا ما تهضرش على وليد عباس ولاد عباس المدني، ولا ما تهضرش على علي بالحاج، وعلى ما تهضرش على جمال شوشان، على ما تهضرش على ربح الكبير، وعلى ما تهضرش على حميد هذاك واسمو كيفاش يقولوا له مراد الدهان هذاك، وعلى ما تهضرش كاع عليهم. وكنت تهضر على ويحيى هو اللي دا الجزائر للواد، معليش ويحيى جامي اللي تي بريزيدون اللي دا الجزائر للواد العروبية الإسلامية نتاعكم اللي دخل بها بومدين. من نهار اللي دخلت العروبية الإسلامية من 62 حتى اليوم ما لقينا رواحنا، هاي لك لا فيريتي يا العربي زيتوت. وانت تخدم مع الدراس وانت خبيث والله سي با فري كاع، راك تحارب في الحكومة هذه ما كانش منها، انت راك تحارب في القبائل اون برومي اون برومي ليو اي او مازيغ نون جينيرال. والله يا العربي تطلق قلتها لك، والله ما تنجح في لاكابيلي، ما تنجح في الشاوية، ما تنجح عند بني مزاب، ما تنجح في توارك، ما تنجح عند شلوحة، ما تنجح عند الجزائريين المتعربين ما على بالهمش باللي هما أمازيغ. الوقت يفكرنا باسكو انت تدخل في ليستوار نتاع الخرانتا يا العربي زيطوط، صباح ولا عشية عقابي مزيغن تحب دير فتنة. هاي نهار الجمعة راك تهضر على كيفاش يقولوا له دروك هذيك باش يروحوا السفارات نتاع فرنسا نتاع المان نتاع انت، بصح ما هضرتش وعلى ما تروحش انت الاول للسفاره نتاع الانجليز، دي ولادكم مارتكل تسمى بداها انت من السفاره نتاع الانجليز، وعلى تبعث ناس اخرين.
اخي عندك الحراك اخي، قلت لهم يخرجوا نهار 19 جوان 70 فوندرودي، نادين فوندرودي نتاعكم كاع 70 فوندرودي، واحد ما خرج نورمال، بصح في لاكابيلي خرجوا داوهم للحبس يا المنافق يا واحد دارس. والله باش تخدم في السفارة الجزائرية يلزم تكون شكام وتكون معاهم، من ثم بعثوك، بعثوك لانجلتير باش تهدموا ليبيا كاع، نتاع ليبيا كاع، انت كنت تعمر فيهم وانت تقول لهم كاع لي بلون باش يهدموا ليبيا، ومن بعد تهبط معاهم ليبيا. كاش نهار قلت كلمة على الإمازيغ نتاع ليبيا، اخي هما اللي راهم يحاربوا، هما اللي راهم يموتوا مع حافظ هذاك، هما اللي عطاو له الدق، ماشي العرب تاع ليبيا، الامازيغ تاع ليبيا. داير العربيه الاسلاميه في ليبيا كان بالك واحد 1% ولا واحد في الالف، ما كانش كاع كاع امازيغ كاع. يا واحد المنافق واحد الخبيث، شكون كاش امازيغ تاع بريزيدون؟ ما كانش، انتوما قعدتوا البلاد، انتوما ديتوا البلاد الهويه، المجازر كاع اللي درتوهم في التسعينات كاع، فوز ريسبونسابل، ما مطحن هذاك تاع بوتفليقه عطى لكم لامنيستي، لي تيرورست كاع اللي خرجوا الجبل باسكو كانوا يقولوا كيفاش يقولوا العلاقات بيناتكم بين الحكومه والارهابيين، هاي لي كلارياليتي يا بيتي توب. يا لافريك دي نور ما تزي ما يزيدوش ياكلوا العربيه الاسلاميه الخبز ثم خلاص، الا تحبوا برك تريحوا ترونكيل حنا نقدروكم، الا تحبوا كيما يقولوا لك الكيره نروحوا للكيره، كيما تحب يا العربي زي توب يا المنافق يا الرشاد، بغا يدير دولة إسلامية باسم تاع الرشاد. ومحسن بلعباس هذا إلى تباك ولا غير إلي كلاسي إل سورا مال فو هون كابيلي، داير هون كابيلي لي دروك حنا ما نستعرفوش لا بلا ار سي دي لا بلا اف اف الصعيد، ما نستعرفوش كاع بيهم، راحوا أتونسيون لي كابيل، اتونسيون يمزيغن، هذا الزيتوت ستان تراتر يل فو اليومي لو فو اون كابيلي، والله ما يحب كاع القبايل وما يحبش كاع اسم مزيغ كاع، كي هو كي غاني مهدي كي امير دي زاد، امير دي زاد هذاك كيما يقولك ستان شيان، معليش ما نفوتو راه يدير في الدراهم ولا، والله ما يحبكم العربي زيتوت، والله ما يحب الخير العربي زيتوت باش ترجع الجزائر الهوية نتاعها، باش تولي الجزائر أمازيغية، وباش نخرجو من الأمة العربية هذه الفايحة، الأمة العربية الفايحة نخرجو منها، باسكو الأمة العربية هذه جهالة جهالة. ثاني ميرث attention 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 l'arbi zitot c'est un dangereux élément pour l'Algérie attention les Algériens ça ne m'est pas